السلام عليكم، مرحبا مرة ثانية. الفيديو هذا راح يكون تكملة للفيديو السابق اللي شرحت فيه طور اللعب الفردي. في الفيديو هذا راح أشرح طور الأونلاين أو المالتي بلاير. طبعا طور الأونلاين ما في كل ديك عوار الرأس وتطوير المدن شعبك والمحاصيل والقلق، هذا كله ما في لطور معركة. فقط زي ما تشوف هنا هذا القائد حقي. طبعا هل نبدأ من هنا؟ هذا العلم يمديني غيره، بغير فيه اي شيء ابي، في علامات كثيرة، اغير اللون. هنا راح يكون السكيلز حقت القائد حقي. طبعا في ليدرشيب، في بو، في ميلي. ليدرشيب هذا القائد، البو هذا اسهم، عندك الملي هذا حق السيف، يكون قوي في المضاربة، هنا قوي في الاسهم، هنا قوي في القيادة. ما راح اتكلم عن هذه كثير لانك لو دخلت اللعبة ولعبت اونلاين راح تفهم، لكن راح اتكلم عن الاشياء المهمة اللي هنا او راح تكون عن اللاعبين المتقدمين، لان هنا كل ليفل راح يعطونك نقطتين فقط تحطها بالمكان اللي تبيه. ما راح يمديك تاخذ كل الاشياء، لازم تختار واحد منها عشان توصل للنهايه. طبعا في واحد سالني عن ستاند اند فايت، هذه ستاند اند فايت هنا، هذه راح تعطي كل جيشك واحد للمورال او المعنويات واثنين للهجوم، وبنفس الوقت تعطي ريلا اكروسي اللي هو تقنيص او دقه للاسهم والمسدسات لكل جيشك اذا كان قائدك في ستاند اند فايت. الاسهم انا ما لعبت بقائد اسهم قبل، لكن اعرف ان هذه تخلي رئيسك يقدر يختفي في الشجر لو تبي تحطها يعني انت، فما اقدر افتي فيه لاني ما قد لعبته قبل. في الملي او اللي هو سورد اللي هو بالسيف، عنده اشياء حلوة. اول شي هذه اللي يقولك no penalty against spears، هذه تخلي قائدك يعني الخيار كلهم ضعيفين ضد سبير، ضد الرمح. هذه تخلي قائدك ما يفرق كان يضارب رمح او يضارب سيف، ما يكون عنده شيء ضد الرمح يخليه ضعيف او حاجة. وهذه تزيد العدد حقين حراس رئيسك. تقريبا هذه الاشياء المهمة اللي هنا مع اللعبة انت راح تستكشف. ما راح اقولك هذه افضل وهذه افضل وهذه افضل، كل واحدة لها الأفضلية. ممكن ها الأسهم تكون أضعف شيء، لكن القيادة والملي اللي هو قوي في المضاربة كلهم نفس الشيء، يعني كلها تعتمد على ستايلك في اللعب. هنا هذه ريترينرز ما أتوقع أني بتكلم الحين فيها لأن راح تأخذ وقت طويل. أحسن شيء أنك وأنت وسط اللعبة تتعلمها، بس اللي بيك تعرف شيء واحد، هذه أنها تزيد في جيشك قوة أو تنقص من اللي ضدك، تحطها بالشيء اللي يناسبك. هنا الاشياء اللي انت تجمعها عشان تلبسها رئيسك. طبعا هذا اللبس حق رئيسي، يمديني اغيره، مثلا هذا المعروض اللي فوق راسه يمديني اغيره بشيء ثاني. هذه جديدة، دي ما شفتها قبل. مديني اغير الرئيس، يعني اغير فيه اشياء كثيرة اللي ابي. يعني في مديني احط له في جناحات اقدر احط له. دقيقة شو، ايوه هذه هي. فهذه شيء انك تقدر تغير برئيسك، تغير شكله، تغير اسمه من هنا. اللي سألني كيف طريقة الذهاب، هاي طريقة الذهاب هنا، من هنا تختار جيشك. مثلا أنا بختار الآن جيشي، زين في أربعة أطوار للذهاب، بمعنى أنك أنت تجي تلعب مع واحد راح الهوست حق المعركة هو اللي يحدد الذهب، راح يحدد لك قدر من الذهب ما تقدر تتعداه. مو بأنك شي تجمع، لا ما تجمع، مو بزي طول اللعب الفردي تجمع
تبني وتنتظر ادوار، ما في. هو زي ما تقول تحدد انتو بس تاخذون 5000 ذهب او بس تاخذ 10000 ذهب او 14 او 22500 مثلا. انا بتكلم عن 14000 لان هذا حق الاونلاين، او لو انت مستوى 10 راح تلعب دايم في الاونلاين او في المعارك المحسوبة الرانك باتل راح تكون 14000 دائما. كانت قبل 22500 لكن قالوا الناس انها فلوس كثيرة فنقصوها خلوها 14000. مثلا انا عندي 14000، هي هذه الوحدات تقريبا اللي باللعبة كلها. هنا الرمح، هنا السيف، اسهم، خيول، مسدسات، وهذه المنجنيق، مدافع، صواريخ. تلاحظون في كل شيء راح يتدرج من الأضعف للأقوى. مثلا تشوف هذا، هذا لون سورد، راح تلقى معنويات 5، الهجوم 11، الدفاع 5، تشارج 10، والدرع 2، سعر 380. نروح اللي بعد الساموراي، تقريبا دبلة في المعنويات، الهجوم 14 في الدفاع أقوى، التشارج عنده 15، الأرمر هذاك 2 هذا 5. تشوفون فرق كبير في السعر، طبعا هذا أقوى من اللي قبله بشوي، وفي السعر يعني مو بذاك الفرق، 50 فقط الفرق. تشوف هنا نفس الشيء في الرمح، هذا أضعف. هذا المزارعين، هذول هم المزارعين، انهم اضعف حاجة. شوفوا مرة ضعيف في كل شيء تقريبا، سعره رخيص. هذا اللي اقوى منه بشوي الساموراي، هذا اقوى. كل ما تروح يمين تلقى اقوى، بنفس الوقت اغلى. يعني 332، 665، 712، 855، 855. طبعا هذولي نفس العدد لكن تلقون هذا اقوى لكن نفس السعر. تستغرب تقولي ليش، يقولك هذا عددهم 100، هذا عددهم 160، هذا اللي يفرق بينهم، هذا عدد اكثر. نفس الوقت هنا راح تلقى هذا عدد 200، تروح لهذا عدد 160. صح ان هذا اغلى لكن هذا اقوى، هذا قوته بالعدد بس. الاسهم نفس الشيء تقريبا. الخيالة ممكن مختلف شوي، بتكلم عنها. هذا اللايت، هذا خيالة خفيفة، هذه اسرع خيالة، ضعيفة في القتال مرة. يعني ما انصح انك تجيبها القتال، بس انك تجيبها مثلا من ورا تخليها تهجم وقت المعركة، او تخليها تهجم لحالها وتدافع، يعني شيء مو زين مرة. هذا خيول الاسهم انا فاشل فيها، يعني اذا احد بيتكلم عنها ممكن تقول ناس محترفين فيهم، انا ما اعرف العب فيهم. هذا خيال ابو سيف، هذا قوي ضد المشاة لكن ضعيف ضد الخيول الثانية، لكن ضد السيوف هذا مدمر لهم. انا ما بديت العب فيه الا جديد، لكن اكتشفت انه مدمر بشكل مو طبيعي. هذا خيالة ما بتكلم عنه بعدين. هذا الخيل خيل رمح، ضعيف ضد المشاة، ضعيف ضد السيوف، ضعيف ضد كل المشاة. هذا قوي بس ضد الخيول الثانية، يعني هذا ضد اي خيل ثاني قوي ضده. يعني الحين برجع اتكلم عن هذا اللي هو الخيل مونك، هو لابس ابيض شماغ، بين قوة هذا وقوة هذا. يعني هو اضعف من هذا ضد المشاة، واضعف من هذا ضد الخيول، اقوى من هذا ضد المشاة، واقوى من هذا ضد الخيول، زي ما تقول في الوسط. هو هذا طبعا اقوى خيول، هذه قوية ضد كل شيء لكن بنفس الوقت غالية، يعني 1140 ذهبة، بما ان هذا بس 760، هذا 800. فهي دائما القوة راح تكون اغلى والاضعف راح يكون ارخص. هذه مسدسات نفس الطريقة، اضعف الاقوى، الاقوى كل ما اقوى يكون اغلى. نفس الشيء مع هذولي. لا تخلصت تكلم عن دولي طبعا. اوكي انا قلت بختار عني، انا طريقتي اني اخذ سيوف كثيرة، اخذت لي 6 سيوف، لازم اخذ لي رماح تدافع عني او
ضد الخيول الثانية. اوكي، والحين لازم اخذ مثلا اسهم، انا باخذ اثنين، اجي الخيول اخذ اثنين من خيل السيف، اثنين خيول رمح، مثلا باخذ اثنين مسدسات من الاقوياء، يعني تقريبا هذا جيشي كلفني 13,160، باقي 140 عشان اوصل 14,000، لكن ما في شيء ب140، فخلاص هذه اوكي. هاي مثلا طريقتي انا، ما لازم تصير طريقة احد ثاني، في طرق مختلفة كثيرة، ما في كل طريقة لها قوة ولها عيوب. مثلا عيوب طريقتي هذه، لو كان اللي ضدي عنده خيول اكثر ممكن يحوسني، اسهم اكثر يمكن يضربني من بعيد، في ناس ياخذوا لك اكثر من 6 سيوف مثلا بيكون اقوى مني في المضاربة في الارض بالسيوف، في اللي ياخذ لك مثلا طريقة ياخذ لك كلها خيول، في ناس يجيك ياخذ اغلب جيشه خيل بس لا يعززهم مثلا ب3 سيوف واثنين مسدسات عشان ما تقرب منه. اوكي لسه باقي، ها تقريبا في ناس يقول لك والله ضعيف، هذا لا مو ضعيف، له قوة، فهمت؟ لو انت اوكي ضعيف، لو انت جبت 6 رمح ما راح يقدر يسوي شيء ضدك، فهمت؟ لكن انت مستحيل تعرف هو اللي ضدك ايش الجيش اللي جايبه، انت ما تدري ايش الجيش اللي جايبه الا وقت دخولك المعركة، فاحيانا هي تعتمد على الحظ، فهمت؟ عشان كذا دايما يقول لك خذ جيش متوازن عشان ما تخلي اي شيء يعتمد على الحظ. يعني زي جيشي انا يوم شفته 6 سيوف 2 رمح واثنين خيول رمح اللي هم اقوى ضد الخيول الثانية، 2 اسهم 2 مسدسات، كذا جيشي قوي ضد كل شيء، لكن فهمت ممكن اتقبل اي شيء، ممكن انافسه، ممكن انافس اي احد يجيني لان جيش متوازن. اوكي انا باخذ جيش كله خيول مثلا، اوكي لو قابلت جيش ما عنده رمح ولا بس عنده رمح 2 وعندي كل هالخيول راح يروح فيها، هو ما راح يقدر يسوي ضدي اي شيء، فهو دائما الجيش المتوازن زين. في ناس ياخذ لك جيش متوازن مثلا، مو بشرط يكون اغلب السيوف، في وحدة ثانية تخلي السيف متوازن، لكن زي اللي قبل شيء ما كان متوازن، كان خيول أغلب، لكن ممكن تخليه متوازن إذا كان حاولت تحمي خيولك، لأنه هو أصلا الخيول متوازن لأنه مستحيل ناس تجيب كثير رمح، في ناس يستخدمون لك الناقنات تسمون